بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، استمراري وتواصل أشواطنا اليوم أشواط سن الإجداع، حيث تتواصل هذه الأسماء وهذه الشعارات في خوض معارك ومسلسلات الناموس في هذا اليوم وفي هذا الميدان، ميدان الشحنية. نبدأ إخواني المتابعين في هذا الشوط الثامن ضمن انطلاقاتنا في الفترة الصباحية، شوط خاص بالقعدان. أبدأ مع المركز الأول دائما وأتابع إسعاف اللي يحتل المركز الأول، إسعاف لهجن الشحانية، يضمر إسعاف سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الثاني هنا مبشر على المركز الثاني لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يضم رأس هيل بن أحمد بن دري الفلاحي. وأنتقل إلى ثالث المراكز لأجد مغامر على ثالث المراكز لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، يضمر مغامر ناصر بن حمد بن حفيظ المري. هذه المراكز الثلاثة الأولى إخواني المتابعين، المراكز المنطلقة الثلاثة في موقع واحد تقريبا، نتابع المركز الرابع. المركز الرابع الصقر على المركز الرابع لهجن الشحانية، سلطان الوهيبي يضمره، والباسل يحتل للمركز الخامس لهجن الشحانية ويضمر الباسل سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه المراكز إخوان المتابعين المنطلقة في أول نداء وأول ظهور وأول إعلان لهذه الأسماء المنطلقة مع سن الجذاع. أيها الإخوة المتابعون، هذه لحظة وانطلاقة هذه الشعارات الحاضرة في هذا السباق الغالي، سباق المؤسس شيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث تتواصل شعارات أصحاب السمو وشيوخ السعادة في هذا اليوم الأخير بالنسبة للأسبوع الأول. حضرت إخواني المتابعين زرزف مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بشعار هجن الشحانية لتنتزع نقطة الشوط الأول، وحضر البصير مع الذهبي سالم بن فاران المري ليضيف ويحقق ناموس آخر يضاف لهجن الشحانية، وتوقيت مميز يسجل عند الذهبي اليوم، التوقيت عند سالم بن فاران اليوم، قدم البصير ليحقق أفضل توقيت 9:10:06، هذا هو على الهواء مباشرة تتابعونه. 9 دقائق 10 ثواني، 6 أجزاء من الثانية، أبو جابر حقق التوقيت الأفضل بقيادة البصير اللي وصل في الشوط الأول الخاص بالقعدان. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة لك يا سالم يا بن فاران. أيها الإخوة المتابعون، أعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى المركز المتقدم والمتصدر والمنطلق، شعار هجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 13، وهو مبشر سهيل بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي قائد هذا القعود، قائد هذا الضيف القادم من العاصمة أبو ظبي من الوثبة. المركز الثاني، المركز الثاني، هذا إسعاف، هذا إسعاف، وهذا هو شعار هجن الشحانية، وهذا هو مضمر زرزف، هذا السلطان الوهيبي اللي حقق اليوم عنده 4 نقاط أو 5 نقاط. سلطان الوهيبي اليوم، اليوم سلطان الوهيبي يقدم أسماء مميزة. هذا هو بالمركز الأول أو بالمركز الثاني مع وجود إسعاف اللي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث الباسل ينطلق، الباسل أحد السلالات الغنية عن التعريف، أحد الأسماء المميزة، أحد العمالقة في هذا العالم الساحر. هذا هو الباسل الهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي. المركز الرابع إخواني المتابعين، هذا هو الصقر اللي يحتل المركز الثالث،
الباسل اللي يحتل المركز الرابع، الهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي رقم 6، والمركز الخامس، المركز الخامس السعدي ينتقل بدوره إلى المركز الخامس وإلى المركز الرابع، الهجن الشحانية عند المشاغب محمد بن خالد العطية. خلاص ختمت النداء، ختمت النداء عند العطية، وأعود إلى المركز الأول وأجد منافسة، نجد إخوان المتابعين لذة ومنافسة في وجود الشعارات العملاقة، شعار هجن الشحانية، شعار الهجن الرئاسة، أيضا تواجد شعار هجن العاصفة في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله وثراه، شارك هذا الشعار العملاق أيضا ليشكل ثلاثية لذيذة للمتابعين في العالم. أهرام المنافسة الثلاثة المتواجدين، هجن الشحنية وهجن العاصفة وهجن الرئاسة، تتواجد في هذا العالم الساحر لتشكل متعة وإثارة، بالإضافة إلى شعارات أصحاب السمو والشيوخ أيضا التي لا يستهان بها من خلال تواجدها في هذا العالم الساحر. يا سلام، هذه الرياضة العربية الأصيلة ومتعتها وما يقدم لها في هذا الميدان، ميدان الشحانية، ما يقدم لهذه الرياضة العربية الأصيلة من اهتمام مميز واهتمام خاص من قبل سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يهتم بهذه الرياضة اهتمام خاص عند سمو الشيخ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأيضا لا ننسى حب أبناء قطر خاصة لهذه الرياضة العربية الأصيلة، وأيضا أبناء الخليج المتواجدين مع هذا العالم الساحر. يا سلام، الله 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 الله، مبشر يا الوهيبي، مبشر على المركز الأول، خطير، مبشر لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يقوده سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز الثاني، الله، شاهين ينطلق في أول نداء له لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بالحلوة، أول نداء لهذا الشعار اللي نرحب فيه في هذا الشوط. المركز الثالث، من غير إلى المركز الثاني، المركز الثاني الصقر لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي، والمركز الرابع الباسل لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي، المركز الخامس السعدي مع المركز الخامس لهجن الشحانية عندك يا محمد يا بن خالد. الله، افتتحنا الكيلومتر الأخير والموقف خطير يا بن بريك، الموقف خطير مع وجود هذه الشعارات العملاقة، شعار هجن الرئاسة على المركز الأول يحتل الصدارة، يحافظ في هذه اللحظة على الصدارة مع سهيل بن أحمد بن دري مع هذا الشعار. الصقر يتسلل، ينطلق شعار هجن الشحانية، انطلق شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم مع خالد بن المرم الحلوة، انطلق في هذه اللحظة لينتزع من خلال تسلل شاهين إلى المركز الأول، وخالد بن المر بن سعيد بن حلوة هو المضمر لشاهين التالي تابعي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهنئة لزعبيل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا لمالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوزه بالمركز الأول، تهانينا والناموس. المركز الثاني مبشر لهجن الرئاسة، المركز الثالث وصل الصقر لهجن الشحانية، المركز الرابع سراب لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، المركز الخامس الباسل لهجن الشحانية. إخواني المتابعين، هذه لحظات الناموس ولحظات الانتصار، وأيضا وجود هذه الشعارات التي تشكل المنافسة المميزة في هذا اليوم، مع سن الجذاع ووجود الأسماء الكبيرة في الأشواط المفتوحة والشعارات العملاقة في هذا تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز شاهين بالمركز الأول، تهنئة أزفها
لمن قاد شاهين خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي. التوقيت الزمني لحظة وصول شاهين 9:35 جزء 11 جزء من الثانية هو توقيت شاهين. تهنئة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الثاني مبشر وصل بالمركز الثاني 9:36 18 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك مبشر هجن الرئاسة والتهنئة لسهيل بن أحمد بن ري الفلاحي. المركز الثالث الصقر لهجن الشحانية. توقيتها الزمني 9:36 76 جزء من الثانية. شكرا أحمد السادة، تهانينا والناموس لي